الرئيس السيسي يوجه بزيادة عدد منافذ توزيع السلع في سلسلة معارض أهلا رمضان إلى 2100. وزير الخارجية الأمريكي يؤكد أن واشنطن لن تقيد لقاحات كورونا بمصالح سياسية. الاتحاد الأوروبي يتعهد بدعم المسار الديمقراطي في تونس. الخامسة صباحاً، الثالثة بتوقيت جرينتش، موجز إخباري يأتيكم من القاهرة، أهلاً بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة عدد منافذ توزيع السلع في سلسلة معارض أهلاً رمضان إلى 2100 معرض لتوزيع السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية بكافة أنواعها، وذلك تلبية لاحتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان المعظم، وأن يتم تطبيق نسب تخفيض ملائمة على تلك السلع تماشيا مع سياسة الدولة بتخفيف العبء على شرائح المواطنين الأكثر احتياجا. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزيري التموين والتنمية المحلية. وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي بأن الاجتماع تناول متابعة إجراءات توفير السلع الأساسية للمواطنين خلال شهر رمضان المعظم بالكميات والأسعار المناسبة في مختلف المحافظات. انتهى الاجتماع الوزاري المغلق بين السودان ومصر وإثيوبيا في الكونغو بشأن سد النهضة دون تقدم، ومن المقرر أن يجتمع وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا مجددا بعد تشاور يجريه الوفد الإثيوبي. وتتمسك مصر والسودان بالدعوة لتوسيع الوساطة بشأن سد النهضة لتشمل الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي برعاية الاتحاد الإفريقي، بينما تتمسك إثيوبيا برفض المظلة الرباعية. أعلنت وزارة الصحة تسجيل 767 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا بفيروس كورونا ووفاة 47 حالة. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة أنه تم تسجيل خروج 355 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 156574 حالة. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة لن تقيد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد بمصالح سياسية. وأوضح بلينكن أن بلاده ستحافظ على معايير الفعالية والمأمونية العالية للقاحات التي ستقدمها للدول الأخرى، وأن الولايات المتحدة ستواصل الضغط من أجل تحقيق كامل وشفاف في أصول هذا الوباء لضمان عدم تكراره. وأعلن بلينكن تعيين الإدارة الأمريكية جيل سميث منسقا للاستجابة العالمية لفيروس كورونا. أعلن رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنيفي عن تشكيل الهيئة الوطنية للمصالحة الليبية، وخلال مؤتمر صحفي تم الإعلان عن أن المشروع يرتكز على استعادة الاستقرار إلى ليبيا ولن يخضع لسلطة وكيان سياسي، كما يضم شخصيات وطنية ذات أهمية اجتماعية وسياسية تحظى بثقة جميع الليبيين. أكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل دعم الاتحاد الأوروبي للمسار الديمقراطي في تونس، وقال ميشيل عقب لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد إن الاتحاد الأوروبي قرر دعم تونس للوفاء بالتزامها الصعب بأن تكون مجتمعا ديمقراطيا وتعدديا قائما على سيادة القانون والحريات الفردية. نهاية الموجز. وفي النهاية نوحيت علم السادة المشاهدين بأن تردد إكسترا نيوز الجديد هو 11785، معدل الترميز 27500، معامل استقطاب رأسي. شكرا لكم على حسن المتابعة.